هاي جايز، هلا رايحين على دكتور الاسنان وراح وتعالوا شوفوا. هاي هو الدكتور الاسنان، هلا طالعين لفوق. اهلا يا حيدر، شو عم يوجعك اليوم؟ سني. اي واحد؟ الفوقاني بالزاويه. ماشي رح نفحص لك يا، طول بالك شوي. طلع في عندك تسوس، ليش ما عم تفرشي اسنانك منيح؟ عم انسى. ما يصير تنسى، لازم مرتين باليوم تفرشي اسنانك. اوكي. ولازم ما تاكل حلويات كتير. بس انا اكل كتير وبحب كتير الحلويات. رح اعلمك هلا كيف رح تفرشي اسنانك، طريقه دائريه هيك. يلا جرب لنشوف. يلا هلا رح اجرب. صح هيك يا دكتوره؟ ايه. برافو عليك يا شاطر. هلا بدي اقول لكم وين تقدروا تيجوا على هذا الدكتور، عند فوقاني احسن دكتوره بالمانيا كلها. واذا بدكم تجوا له رح احط لكم موقع بالتعليقات. أنا كمان أحب دكتور عماد دكتورة كاني. أنا هلا بدي أجرب أكون دكتور وبعدين أكون دكتور حمزة. السلام عليكم يا حمزة. وعليكم السلام دكتور حيدر. ليش جاي اليوم لعدنا؟ كأنه صاير لك شي اليوم يا دكتور. سني عم يوجعني من هون، عالج لي يا. أوكي اوكي رح علي لك يا. كأنه صاير لك سوسة، شايف من بعيد شوي. هلا بدي اشوف لك سنك. عم تاكل شوكولا وبسكوت كتير، ليش هيك سنونك؟ تغسل سنانك كل يوم كل يوم كل يوم مرتين، بالصبح وبالليل. اوكي هغسل بالصبح وقبل النوم لازم اروح على الدكتور سنان. انصحكم تفرشوا اسنانكم كل يوم مرتين، وما في شي بيخوف عند الدكتور. وانصحكم تفرشوا اسنانكم مرتين بالليل وبالصبح قبل النوم، عشان السوس بالليل ما ياكلوا اسنانكم. شو دكتور شو طلع معه حمزه؟ شو عم يعمل؟ ليش عم ياكل شوكولا وعصير كثير؟ مو طب سالته كم مره بنظف اسنانه كل يوم؟ لا ساله كم مره مرتين منيح، واهم شيء قبل النوم صح؟ هلا بدنا نقول له فرشينا كيف ينظف كل يوم. فرش اسناننا مرتين اوكي. لازم فرش اسناننا كلهم، يعني نفرش من برا ومن جوا، وبندخل على اخر الاسنان وبنلف حواليهم منيح بحيث انه احنا نفرش كل اسناننا صح. ما لازم نترك سوس يضل هنيك، نفرش من قدام ونتركها من ورا غلط. ساعتها نحنا بيبقوا هدول كويسين وبيخربوا الورانيات. اوكي بدك نفرش اسناننا منيح بشكل شو دائري. اوكي يلا فرشي بدك تفرشي انت. سوك لنشوف. مسكها ومسك هدول وفرشي كده تفرشي بشكل دائري. يلا بشكل دائري. ايوه هاي اول شيء على السطح الخارجي، بعدين ننتقل على الطرف الثاني لهنيك لهنيك. ايوه الطرف الثاني. طيب هلا اذا بدنا نحن ننظف الفك العلوي فوق هذا الفك، نعملها هيك. ايوه والطرف الثاني. برافو. طيب هلا اذا سكرنا الاسنان كيف بدنا نفرشيهم؟ سكر الاسنان على بعض. ايوه هلا بنفرشيهم بشكل دائري. كيف يعني دائري؟ يعني هيك هيك اوكي بشكل دائري هيك. بعدين هون نفرشيهم هيك بشكل دائري مشان ننظف كل الاسنان. اوكي وهلا صار دور الرسم. رايحين هلا حيدر وحمزه وسدان يرسموا. سدان يلا اختاري رسمه انت. اوكي اخترتي شو حابه ترسمي؟ شوفي حلوين الرسمات كتير. يلا بدنا نشوف اخر شيء من رسمته تطلع حلوه. اوكي مين عمل لك هاي سدان؟ كتير حلوة. الدكتور عماد هو سوالي اياها، كتير حلوة. كتب عليها اسمك سدان؟ ايه. وهون حيدر وحمزة وسدان بلشوا يرسموا مشان يفرجوا للدكتورة رسماتهم. وفي خبرية كتير حلوة انه رح يعملوا احتفال ب 28 الشهر. رح احط العنوان انا ورح احط التاريخ. رح يصير في فعاليات كتير حلوة بالعيادة،
ورسم على الوش ومسابقات. رح تكون موجودة الدكتورة كاني والدكتورة عماد ورح يفحصوا لكم أسنانكم، يعطوكم نصائح مهمة، وطبعا في جوائز كمان وهدايا كتير حلوة. Okay. Dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.